كنت بعرف منيح انه هيك رح يصير، انا عملت هيك متأكد. طيب المهم شو لازم اعمل هلا؟ اذا زبط مشروعي بهالنظارة رح يطلع اختراع جديد وبجنن، ورح يدر علي مصاري بلاوي. يامن روحوا. مانك ملاحظ انه زبايننا قلوا كتير عن قبل؟ كل نهار مبارح ما اجى غير طاولتين وما طلعنا ربح منيح، واليوم لسه ما استفتحنا لهلا. يا محاسن صدفي، ما بتعرفي انه فتحوا مركز تسويق هني؟ مزبوط هذا السبب، وانا خطر لي هيك كمان، بس ما بعرف كان عندي امل انه يلفوا ويتسوقوا هنيك وبعدين يجوا ياكلوا عنا. بس لازم ننتبه على مصروفنا كتير منيح هالفتره، لانه هالمطعم يا دوب يطلع مصروفه. طيب روحي، اكيد رح ننتبه. لك شو هاد؟ يامن؟ نعم حياتي. شو هاد الدين كله؟ شو قلتي لي هذا؟ طيب رح أفهمك، ما كان في مشروع كنت عم بشتغل عليه من فترة، مشروع النظارة الذكية، عرفتي مو؟ قالوا لي بخصوص هالشي في شركة كبيرة رح يتصلوا فيك، فقلت لازم اشتري طقم لحتى ألبسه. طقم رسمي لكان؟ يا ترى هالطقم بيبعت رسائل لحاله أو فيك تتصل منه مع العالم، ولا في كاميرا كمان أو شي تاني؟ أنتي عم تحكي عن التليفون مع حياتي؟ رح اشرح لك يا قلبي. هلأ أنا حتى أقدر روح على الشركة لازم يتواصلوا معي على التليفون ونحدد موعد سوا، لهيك اشتريت واحد جديد. وشو هاد اللي بإيدك؟ أنا منه؟ هاي اللابسة بإيدك، شو هاي؟ إيه حياتي هلأ انتبهت، هاي ساعة ذكية. اشتريتها مش هالمقابلة كمان؟ إيه طبعاً. عملت زينة العقل. عن جد؟ ليش؟ لأنه بعتقد هالساعة الذكية اللي بإيدك مو مطولة لتشوف ساعتك. لا محاسن ليك حبيبتي. لا بدي أقلك شوي، روح. لازم أقلك على هالعملة. أنت بس اسمعيني، هالساعة مهمة لأنه الإكسسوار صار من الضروريات، يعني مو حلوة بحق يروح على اجتماع الشركة من دون ساعة أبدا. بعدين لا تنسي إنه جوزك مخترع. محاسن استني، أينشتاين متأكد إنه لما كان عم يعرض اختراعاته لمرته ما كانت تعترض على المصاريف. وأنا متأكد إنه مرته لأينشتاين الزفت تبعك ما كانت عم تشتغل بالمطعم مثلي. بس يا حبيبتي مشروع النظارة الذكية تبعي هاد رح ينتشر بالسوق بسرعة، رح نصير أغنياء لدرجة رح تقدر تشتري هذا المطعم. احسبي يا مزبوط. لك روح بالخلتي، يلا روح. أنا مش دبان بالمطعم وأنت رايح عم تفعزع مصاري مو هيك؟ ولو كان، شوفي نص الكاسة المليان. نص الكاسة؟ إيه ماشي، استنى لك لروح عبي الكاسة كلياتها وارجع. ميتة من التعب، حاسة جسمي مكسر. لك منشان الله، لك يا مين شيل النظارة عن راسك بقى، كل ما شوفك لابس أفكرك جاي من الفضاء، طالع منظرك بخوف. ما بقدر اشلحها فورا، خليكي صبورة شوي محاسن، لساتها قيد التجربة. حبيبتي بيع النظارة مسألة وقت مو أكتر، عم بتواصل مع عملاء من الصبح عجبتهم الفكرة. هي ضربة العمر، رح نقب على وش الدنيا أب وبتشوفي. ايه ماشي يا مين، بس انت فهمني امتى بتوقف هي أحلام اليقظة تبعك؟ خلينا نقوم ننام، أنا ميتة من التعب. تمام رح أقوم. قمت. أكرم نحن فايتين ننام حبيبي. شو هذا اللي بإيدك أكرم؟ شو عم يساوي هالولد؟ إيكو طقم خط صاير عم تقرا. لك هذا عن جد عم يقرا؟ شو عم تقرا كتاب الخوانه؟ عم بقرا العقد الاجتماعي لروسو، بس اكيد ما رح تفهموا اذا قلت لكم شو مكتوب فيه. هات لشوف لنا شو في بهالكتاب، وين صورة حبيبتك؟ ورجينا اياها. طلع يلا. لا بابا، هي الشغلات بالثانوية، هلا انا بفترة قراءة جادة. فهمنا عم تقرا، بس قلنا يعني شو السبب؟ امي بصراحة انا عم ساوي تثقيف لحالي مشان اقنع رفيف فيني. ايه خلصنا، قلنا من الاخر بقى، انا خفت يكون صاير معك شي شغلة. انا ارتاح بالي لما سمعت اسم رفيف، قلت تمام الصبي طبيعي ما في شي. اذا لسه في بالكم مقلسة ومسخرة قولوها نفرد مرة يلا. بس رح اذكركم انكم رح تشوفوا عن قريب اكرم تاني، ما رح تصدقوا عيونكم وقتها. ايه يلا تصبحوا على خير. ايه اسمعني، روح نام، بكره من الصبح في عندك اجتماع مع زمرد تحت بالمحل، اذا بتتاخر بدي افتح راسك بالعقد الاجتماعي تبعك. ماما ما بقى تقدروا توقفوا قدام رحله الثقافه تبعي حاليا. انتبه ما تكتر صحافه لانه بتضر قبل النوم. ما بعرف لمين طالع اهبل. بكره بدي ورجيه الثقافه المزبوطه.
أهلين روح قلبي. أهلين. وقت كنت اشتغل لحالي ما تعبت كل هالتعب، هلأ كتير عم بتعب بالمطعم. تعبوني هدول الاثنين أكتر ما يساعدوني بالشغل. أنا بدي أفهم، معقول في حدا غبي ما بيستوعب قد ما حاولنا؟ أنا عم بقرأ بعيوني واسمع بأداني ماما، سمعت كل شيء قلتيه، طمني بالك. ايه اقرأ اقرأ، بلكي بتفتح مخك. لك ما خلى حجة ما تحجج فيها بس لحتى يهرب من الشغل، معقول هالحكي؟ شو هذا اللي عم شوفه؟ محاسن حبيبتي، خلاص حلمنا تحقق ورح نقبر الفقر ونقب على وش الدنيا. حبيبتي بعتولي إيميل. مين هدول اللي بعتوا يا مين؟ هدول العصابة اللي خطفت زمرد، يعني أكيد طلبوا مصاري. ليك رح نجمع المبلغ اللي بيطلبوا مهما كان، حتى لو بدنا نسحب قرض لنعطيهم المصاري، بس ترجع زمرد من غير ما يأذوها. اكتب رسالة أو اتصل فيهم. حبيبتي طولي بالك، اهدي شوي لو سمحتي، ما صار شي. أنا مو عم بشتغل على النظارة الذكية؟ ايه، الناس اللي مهتمين فيها بعتوا لي إيميل، رح يجوا بكرة حتى يشوفوها. هلا مبسوط مشان هالشغلة؟ بابا ما تقول فول ليصير بالعدول، أجل فرحتك لبعد ما يجوا. ما حدا مقتنع بكلامي، تصطفلوا، بكرة بتشوفوا بعيونكم لما بيدقوا الباب وبيجوا. ها ممتاز، خلصت المقدمة. صحتين وعافية. على قلبك. آه ما بيمشي الحال، المديرة بتروح توصل الطلبيات وبترتب الأطباق الفاضية، ترك الصحون كمان أنا بجليها. بس شو عملتي؟ الله يعطيك العافية. زحط من إيدي محاسن، ما بقى عم حس بإيدي ورجلي من التعب. شو عملتي يا هبلة؟ لك هذا الطبق ذكرى من عند أمي، ما كان عندي باقي من ريحة أمي غير هالصحن. لأمي؟ من أمي. لأمك المرحومة؟ مو باقي عندك من أمك غير هذا الصحن؟ عن جد زعلتيني عليك، حاسة فيكي قديشك متضايقة ومزعوجة. بس لو كنت محلك ما بتركك عندي بالمحل ولا دقيقة، وكنت رحت لعند ابني وقلت له انه محاسن ختيرت وما بقى تشتغل لانه ايديها ورجليها عم يوجعوها ولازم نقلع من المحل. العيني الله يوفقك. ما بقلعك. العيني ما رح قلعك، ما رح قلعك، فهماني عليك، بعرف انه هذا مخطط جديد. مو مزبوط. كسري قد ما بدك. ما بدي. خدي بس. يلا كسري. ما رح قلعك، بدك تشتغلي، كسري إزاز المحل كله والواجهات كمان، وما رح قلعك زمرد لأني فهماني شو غرضك، فهماني شو بدك، ما رح قلعك، ما تحلمي بهالشي، فهماني زمرد. العيني اطلعي، والله ما بقدر اشتغل هذا الشغل، مو نافع على اي شغل. العيني ما تحلمي قلعك. ما رح تقلعيني، مو بدي قصة أكبر معناتها. شو هذا اللي لابسه يا مين؟ ليش مو حلوة البدلة؟ عندي اليوم مقابلة عمل كتير مهمة حبيبتي، رح يجوا مشان النظارة الذكية لعندي. قلت لي رح يجوا؟ مين ضحكان عليك هالمرة هي كمان؟ روح غير تيابك وتعال ساعدني، يلا ما فيك تشتغل بهدول التياب بيتبهدلوا. يا روحي هلأ رح تشوفي، أكيد جايين لعنا، أكيد رح يتغير وضعنا كله. جايين؟ الله يكملك بعقلك يا من، يا رب بس عطيني الصبر لأتحمل هالمجانين. يعطيكم العافية، شوربة لو سمحت. تكرم عينك، أحلى شوربة. لنشوف بقى. أحلى شوربة، صحة وهنا. خبز؟ أوف لك شو هاد؟ شو خير؟ هاي طبخة فاصولية ولا حلو فاصولية؟ طبخة فاصولية، ليش خير؟ شوفي ايه صحيح فاصولية، بس حاطة كيس سكر جواتها. شو هالحكي؟ شو هاد؟ كلها سكر. شوفي احترقت، شو حاطين فيها؟ شو عم بصير معك يا أخي؟ احكيلي شو المشكلة؟ جايب الشوربة من جهنم؟ ايش شو هالفلفل الأحمر اللي محطوط فيها؟ مستحيل يا أخي، الكل بيعرف إني ما بحط فلفل أبداً جوات شوربة العدس، مو هيك؟ معقول الفاصولية كلها ياتها سكر؟ يعني أختي معقول كذب عليكي؟ روحي دوقيها وشوفي طعمتها بنفسك. استغفر الله، الله يجعلها شوربة يا عرشوم. لحظة لشوف. معك حق يا سيد، لأنه الزبون دائماً على حق، وانتي كمان روحي لأنه معك حق. يلا انتي معك حق وأنا معي حق، انتي معك حق وأنا معي حق. وين كرشيك يا محسن؟ والله لا خلي زهرتي من عندك. زمرد شوفي، خدي 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 هاد، ما بدي تعويض منك ولا شي. يلا العيني سلام. لوين بدك تروحي؟ رايحة. لوين بدك تروحي؟ بدي حاسبك بالأول. تعي لهون. شو عم تعملي؟ خرب بيتك، شو عم تعملي محاسن؟ فك شعري. عم تهربي من هيك؟ عم تهربي من هيك؟ ساعدوني. تعي لهون
وفي وحده مجنونه من رد. وقفي محلك، عم تنزعي لي اكلي، عم بتطفشي لي الزباين. انا بورجيني عالم لك، انا بورجيني عم بتفتحي حد للشرفه وحاطه. وقفوا، شو عم تعملوا انتوا؟ انتوا كبار واعيين، عم تعملوا محلو يا من؟ روح من هون، حسن شبك هيدك، حسن قولي يجي تعالي وقت. طولي بالك، خلص خلص روحي حبيبتي، طولي بالك. شوف شو عم تعمل، ما بصير لي. عم تعملي صباح الخير يا جماعة. كريسمس يا من بيك موجود بالله؟ هذا هو. نحن بعتنا لك إيميل منشان نشوف النظارة الذكية. مزبوط، والله العظيم مزبوط. النظارة انكسرت، النظارة انكسرت. بعتت إيميل راحت قبل دمها، كسرت. اختي محاسن، هاي جبت لك كل طلباتي. شكرا ابني، شكرا. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية، شكرا. اوف يا مين، يا مين. عمري يلا قلي شي شغلة، يلا احكي يا روحي. قلي يا محاسن يا حبيبتي، يلا احكي على القليل شي كلمة. ساعتك وين يا مين حياتي؟ يا مين يلا فرجيني ساعتك، فرجيني وين ساعتك. هلا شيلك من ساعته بابا. بابا حبيبي ليك، لزقت لك نظارتك وثبتت لك اياها من هون ورجعت مثل الاول. شوف طلع اذا بدك، خذ لك نظره، شوف ما احلاها بابا. ليك يا من رجعت، والله مش حاله صلحتها، صارت غير شكل بابا. يا من تخيل حالك اينشتاين. هلا اينشتاين شي مره استسلم؟ استسلم شي حياتي؟ ما استسلم. شو عمل؟ صبر وضل ثابت وجزء الذره بارادته وبعزيمته. حبيبتي لا تجيب سيره التجزيء والذره قدامه للزلمه. هيك قلتك. طيب تخيل حالك شو اسمه هاد الزلم اللي اكتشف الجاذبية، اللي وقعت على راسه التفاحة. يعني شو كان صار فينا لو ما اكتشفها؟ كنا كلياتنا طرنا بالهواء. بالضبط. محاسن شو عم تعملوا؟ حاسن نزل السكر معي، يعطيني شوية قطايف، بدي روح افتح المحل. يلا تعالي حبيبتي تعالي. جاي. قوم ابني ناولنا. طمني عنك اخي يامين، اخي يامين. يا مخلوقة ما تحسن لهلا. يي الله يحسن اخرتنا، لهلا ما تحسن لا من دمه ولا من كمه. يا الله يا ناريمان، انت شو عم تحكي حبيبتي؟ يعني تقولي الزلمة رايح مشوار وراجع؟ الزلمة ماله زر طفي بتشغيله يتحسن فجأة؟ احذري، وين المشكلة يا بنت؟ حقه حقه الزلمة، أول مرة بيكون معه حق. نحن ما قدرنا صح، نحن استصغرنا. يا حصرتي عليك يا أبي. حبيبي يا بابا، أبي المخترع الذكي، أبي بحد ذاته مفتاح سعادتنا، بس نحن قطع جهله ما قدرنا. ما قدرنا، والله ما قدرنا. وهديك الغبية زمرد طلعت فوق هالنظارة وتقولي شحنة زفت، كسرتها وخربتها لك، طحنتها طحن برجليها. شو أمي؟ شو بك عملتي أزمة الزلمة سيرة؟ شو كسرتها وخربتها وطحنتها؟ روحي على شوي. كسرتها وصارت 100,000 شقفة، لكن طحنت النظارة طحن. نحن غلطنا بحقنا يا مين، حقه يصعد. ذكرتيني زمرد. وين قديش صار له على هالوضع؟ من وقت الحادثة والله. بابا، بابا حبيبي يا مين. بابا هوهو. بابا بابا انت هون شي؟ امي هذا شكله زوجك عطل على الاخر. يا بنتي ابوكي ما عم يحكي ولا كلمة، مكربج كله، كيف بدنا نعرف نساعده؟ شو صار له؟ يا ترى شو لازم نعمل لحتى يتحسن؟ بابا انت عم تسمعنا، بلشت تخوفنا عليك، ليت نحن هون قدامك. انتو ليش هاتوا نظارته بهي الطريقة؟ خالي زمرد من جهة وانتو من جهة، انا كنت عطي نظارته اهمية كبيرة، انتو ليش هاتوا له اياها هي؟ ليكي هاد الزلمة العبقري المسكين، كل اهل بيته عم يستقلوا فيه، والله ما عم صدق انه انتو عيلة. هالشي مو محمول يعني، كل الوقت عم تستخفوا بافكار الزلمة، شي عن طريق المزح وشي بتسمية الحكي، بس بالاخير انتو كنتو عم تهينوه. سكوت خلص اخي خلص، اخرس
انت بعمرك ما كنت توثق بابي ولا وقفت جنبه مرة واحدة. انت لكن انا انت دائما كنت اثق بقدرة ابي ودائما وقفت هيك على الحكي طبعا. لك العامة بعيونكم شو انكم اولاد منافقين. لك شو تركيبتكم انتو؟ ما حدا فيكم كان يوثق بقدرة هالزلمة. لا تكذبوا قدامي هلا، ما بتعرفوا انتو الشخص لحتى يموت. يا ما هيك يا امي الله يسامحك، شو موت وما موت شو هالحكي؟ ابي لسه ما مات. تعي ستي فوقنا تراب فرد مرة اذا بدك، دغري قادرة تتخلي عنه؟ ابي لا ترد عليهم انا جنبك. تخبص بالحكي ولا مين اللي تخلى عن ابوك؟ بالاصل ابوك اللي تخلى عن حاله، كان اول مرة بحياته بده ينفعنا ولك شو صار؟ أنا عن جد مالي عم صدق، كنا رح نصير أغنياء بتعبنا وعرق جبيننا، بس أحلامنا كلها احترقت وطارت. أمي هلا شو لازم نعمل ليتحسن أبي يا ترى؟ شو بعرفني؟ شو بعرفني؟ كان عنده دفتر يكتب عليه دعاء استفتاح أو هيك شيء يعني، وأنا كنت أقول هاد مثل الأجدب بيكتب أي شيء بيخطر على باله، بعمري ما أخذت هالدفتر على محمل الجن. ما رح تاخذيه، طبعا ما رح تاخذيه. الدفتر بسم الله بابا دفتر دفتر الدفتر اي دفتر ب... 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 دفتر شو هاد؟ الدفتر اللي كاتب عليه طريقة تصنيع النظارة. انا رح اتصرف الدفتر بقدر اسوي النظارة من جوا الوجهين. وين الدفتر؟ دفتر وين انا حاسس بدي اسوي الدفتر رح نحل المشكلة كلها. واخيرا لقينا الحل. الدفتر هون انا حاطه هون. وينه؟ وينه يا مين؟ وين حاطه؟ شو امي؟ يا مين؟ ما في شي هون. تذكر وين حاطه؟ يا الله وين راح الدفتر؟ لك أنا حطيت الدفتر هون بإيدي متأكد. بابا والله أنا راح أجن مختفي مو مبين ولا بمكان. اف 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 يا ها هاي شارلوك هومز إجا. أمي ليه شو ما لقيته؟ ما لقيته، قلبت البيت فوقاني تحتاني وما لقيت، والله ما لقيت شيء. يا الله هالمرة كنت كتير مقتنع، هالمرة كنا رح نوصل لهدفنا. لولا العيب والحياء كنت قعدت بكيت مثل الولد الصغير وعيطت لأنه ضيعنا الهدف. يا من يعني قديش بالضبط راح علينا؟ والله يا محاسن مليون أو مليونين تقريبا. مليون أو مليونين؟ مليون أو مليونين؟ أبي ملايين؟ بابا حبيبي ترك ترك من إيدك خلص، انسى الدفتر هلا. لك خلص شو بدك فيه للدفتر انسى؟ شو عم تخبص أنت؟ كل شي عملته مكتوب على هالدفتر. ماشي كان مكتوب، بس مين اللي كتبه؟ مين اللي كتبه بابا؟ أنت اللي كتبته يا من أرتان كتبه. إيه شو ايه يعني كل المعلومات هون موجوده بين تلفيف دماغك بابا شبنا انت هيك قلتها والله حكي ابنك مزبوط حكي كله صح بس شغل لي مخك شوي انت قده وقدود يامن اكيد رح تقدر لك يلا لك. انا بقدر اعملها طبعا مرة بابا بتقدر تعملها ليش لحتى ما تعملها ليش مستقل بقدراتك انت ايه ايكو بعملها لحظه شوي انا رح اعمل شغله اول شيء بروح على محل العده ومن هنيك بروح لعند الكهربجي لانه لازم اشتري شويه مواد من عنده رح حل الموضوع يلا تمام سلام باي تمام. باي شوف ماشي تمام باي. تمام حياتي يلا ركز قد ما بتقدر ركز على الموضوع ده تحديدا ركز هو اكيد قادر يعملها طبعا وقت قال محل العده نزلت توقعاتي شوي بس يعني برايي بيعملها شو رايك انت ان شاء الله يا عم ان شاء الله على خير اسمع منك. انت دور على الدفتر يلا وين بدي دور امي ما ضل محل ما دورت فيه شو هاد يا اف يا مين استرخيت شوي يا عمري اجتك الافكار ولا شو لا يا روحي ما عم يجوا بابا حبيبي نقيت لك البزرات بايدي واحده واحده تفضل صح وانا لك يا ابني ليش تعبت حالك شو في داعي لكل هذا لا يا بابا شو عم تحكي انت يعني ممكن شي بزره تعلق بحلقك انت وعم تبلع تقوم تجي الافكار بنفس اللحظه ومنعيش كلنا تراجيديا عائليه ما في داعي للمخاطره لو سمحت بابا انا اجيت بابا لقيت الدفتر برافو لا والله يا بنتي اخوك اشترى لي دفتر جديد مشان بس اتذكر اكتب عليه دغري عملنا كل شيء بنقدر عليه بس لهلا ما في اي تقدم انت بتقدر بابا حبيبي انت قد وقدود انا بوثق فيك كثير انا بنتك واقفه دائما بظهرك ليك رح احط لك بسكوت من اللي بتحبه ايه ورح احط لك معه مكسرات ايه بس شيل شيل من المكسرات مشان ما يعلق شيء بين اسنان بابا بلا ما يتشردق طيب ماشي هيك احسن ممتاز بابا يعني على القليلة هلأ النظارة بلشت تاخذ الشكل العام تبعها يلا أنا بدي روح بابا حبيبي صار معك شي قدرت تتذكر شي أنا بعرفك يمكن أنت متذكر بس ما لك منتبه في شي مشوش عقلك لا يا بنتي لا ما عم بتذكر ما عم يجوا روي بابا روي لا تضرب على راسك إذا بتريد ما عم تتذكر لحظة تمام بابا حبيبي هلأ صار وقت فيتامين بي 12 وبعد شوي بدنا نبلش بزيت السمك ها
أنا رايحة على شغلي، إذا صار شي خبروني. اسمع لك أخي، بابا بأمانتك هلأ ماشي؟ اعمل أي شي، المهم تخليه يتذكر. طيب. مثلا بدي أشوف النظارة على مكتبي. أنا معك ونحن بدنا، بس لحتى خلي أبي يتذكر يمكن لازم اخترع آلة سفر عبر الزمان، ما عاد في طريقة تانية. أنت صاير عم تقرأ كتب كتير، ولا واحد نفعك بشي، ما خطر على بالك شي. بس كل الكتب اللي قريتها كتب فلسفة عميقة ما لها علاقة بالجانب العلمي أبدا. يعني دخلك بدي أسألك سؤال، ما في شي كتيب تعليمات كيف بيخترعوا هالآلة، آلة سفر عبر الزمان؟ ما في طبعا أكيد. تمام خلص مشي الحال، حليتها. بابا حبيبي بابا، الدفتر لسه فاضي ولا النظارات فاضية؟ اثنيناتهم لسه فاضيين، ما في تطور. ايه خلص لا تتضايق، انا رح حلها، انت ريح حالك، كل شي عندي، لا تاكلهم ابدا. اهلك بابا حبيبي، هلا كل هاي المعلومات موجودة بعقلك باعماقه من جوا، يعني مخباية جوا وما لها عم ترضى تطلع لبرا. هلا نحن بطريقه علميه عن طريق التنويم المغناطيسي رح نطلع كل المعلومات بلطف. بابا شو رايك؟ حلو كتير. ايكو ليك ابني، انا ما بقدر نام بهي السهوله، ستي حبيبتي الله يرحمها كانت تغني لي مدري كم غنيه لحتى اقدر نام. بابا حبيبي هلا شيلي من اغاني ستك، ليك هون شو مكتوب، علم هاد بابا علم، بدنا نسحب المعلومات بالعلم. ركز معي هون، خد نفس عميق، خد نفس، حلو كتير. هلا بدي اياك تحط كل تركيزك هون بابا، اتفقنا؟ تمام، لا تشيل نظرك عنا والحق بعيونك. تمام ايوه. هلأ بقى رح تحس جفونك تقيلة وشوي شوي رح تخفى من جواتك، في نوم عميق عم ينادي لك لحتى تستسلم وتروح لعنده. ايه بابا حبيبي، عيونك هلأ عم يتقلوا، مو كتير حلو، هذا تقدم كتير كبير، تقدم باتجاه النوم العميق. عيونك عم يتغمضوا شوي شوي وحاسسهم عم يتسكروا. ايوه هيك، يا عيني عليك يا بابا. مش الحال، ممتاز والله، ونيمته عن جد، ماني مصدق شو هالكتاب، هاد طلع تحفة حقيقية والله، ممتاز. وهلأ شو هاد بلاقي نايم بدل ما عم يشتغل؟ أمي أنا هلأ عملت لأبي تنويم مغناطيسي، أنت لا تتدخلي لو سمحتي، أنا أخذته لأبي برحلة على الماضي، فأنت حاولي ما تقربي علينا. إيه لا تعمل بأبوك هاي القصص السخيفة، تبعته على محلات مدري لوين، بقوم بروح وما عاد يعرف يرجع. يعني برأيك أبي لوين ممكن يروح؟ خلاص ارتاحي أنت أمي، عدي ممكن كاسة ليموناضة؟ تكرمي روحي جيبي لها ليموناضة. طيب بابا حبيبي هلأ رح نروح سوا برحلة نحو الماضي، شو رأيك؟ الدفتر، نحن رح نروح لعنده. الدفتر شو مكتوب فيه بابا؟ الدفتر يسلموا. الدفتر أنا رحت كثير منيح، هاي رح لوين رح اهدي لوين رحت؟ قلي لوين رحت بابا؟ رحت على المدرسة الابتدائية. شو هالحكي؟ لشو الابتدائي بابا؟ هيك كثير بعيد، لشو بعدت هيك؟ محاسن روح قلبي. يا عيني الزلمة شايفني بنوم المغناطيسي، مو معقول. شو رومانسيين انتو، بس مو وقته هلأ. المهم الدفتر بابا حبيبي لو سمحت، ركز بالدفتر. الدفتر شوفي بقلبه بالضبط شو انكتب عليه. واسمهان جاي ليك كمان، هي حلوة. شو اسمهان يا عيني؟ أنا من الأساس كنت عارفاني إنك معجب بأسمهان الشقرة، ليك ولا رجع أبوك لعقلاته، رجع لو سمحتي بس احترمي العلم والطب شوي على القليلة، لا تشوشي لي تركيز مريضي، روحي اهتمي بشغلك وزباينك وتركينا نشوف شغلنا. سألي يا لمريضك لشوف، رح شاف على هي أسمهان الحي الشقرة، اللي لشوف شفت شي. بابا حبيبي بابا عيوني أنت، إذا ما سكرنا دفتر الغرام تبعك أمي أكيد رح تجن. بوس إيدك، ترك لي أسمهان وما أسمهان هلا، رجع على الاختراعات بابا، على الاختراعات. الدفتر شو مكتوب فيه بابا؟ المجند يا سكار تنسى أمرك، شو احترامي. تمام ما في شيء، بس أبي ركز بالتنويم شوي زيادة. الزلمة راح على العسكرية، شو أخذوا على العسكرية هلأ؟ يا عسكري المعلومات اللي بالدفتر هاتوا لشوف. حاضر سيدي أمرك. شكلها زبطت. مرتي عم تقول هذا، مرتي عم بابا حبيبي ولاد. بابا عمري أنت تمام، بعرف أنا أكثر ولد بتحبه من أولادك، أنا نور عيونك وكل شيء تمام، بس هلأ لازم نركز بالدفتر. الدفتر بابا، ركز على الدفتر الله يوفقك. محاسن صدفي. هاي البنت أحلى بكتير من أخوها وأزكى واحدة بالعيلة. قصده على إسراء. بالله عن جد أمي، مبين أنه قصده إسراء، مو أنا الولد الأول. إيه حاضر على عيني. بابا لك اوف منك ايكو، قلت لك ما رح يمشي الحال من الاول، وبعدين انت ليش عم تهز بهي؟ بابا هي معروفه بالتنويم المغناطيسي بيهزوا فيها. لك بلا هبل ولا، انا من الاول قلت لك ما بقدر نام بهالسهوله، ضيقت لي خلقي على فكره. اف انا بدي اروح. طيب ماشي الله معك. يا مين هي قصه اسمهان بنحكي فيها بعدين. ايه شو قصدك اسمهان الشقره؟ يا الله حتى هي ما نفعت معه. امي نحن لازم نلاقي الدفتر، اكيد ما في شيء بالدنيا عم ينفع معه، انا رح جن على الاخر. يا بعته للزلمه لايام اسمهان وما نفع. امي
أمي رح أكتب قائمة التسوق تبعي لكان ورقة 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 وين الورقة وين الورقة ورقة 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 ها شو هاد؟ أوه يا الله يا أخي لساته عندك دفتر المدرسة صحة وهنا أمي شو هالقفوا لك إلا؟ شو بعرفني لك أكرم؟ هو طلبون وأنا جبت له إياهن أصلا من الصبح وأنا حاسة حالي قاعد بمحل خردي بياخد قطعة وبكبة وهيك والله شكله أبي ما رح يتذكر شي هو إذا تذكر رح أتفاجأ أنا أصلا بعمره ما رح يضرب معنا الحظ لك يا أكرم أوف يا يعني لو قدرنا نلاقي هالدفتر النحس كانت حياتنا كلها اختلفت هلأ وامتى يكون هالدفتر؟ يلا بنتي الله يفتحها بوشك ويعطيكي على قد تعبك خي ايه شو ايه؟ مصروفي مصروف شو يا بنت؟ هاي الأيام صارت بالماضي حبيبتي سكرنا الحنفية هلأ انتي ورايحة خدي معك تفاحة وخبزة بوقت الاستراحة بتاكليهم على مهلك استراحة شو؟ عندي محاضرات كتير امي شوفك باي بنتي عالسلامة هذا الدفتر شو عم يعمل هون؟ لا سمح الله يكون حدا شافه مثلاً هالمرة رح احترق على الآخر أنا ما أنا رح خبيك بمكان سري ما رح يلاقوه صحة وهنا سلم إيديك أهلا وسهلا صحتين وهنا إن شاء الله كل شيء على ذوقك شكراً هلأ بجيب لكم الشاي شكراً إيكو كيفة؟ كيف بدي يكون رفيف؟ عم بشتغل أنت لوين رايحة؟ على الجامعة؟ شو قصتك قالب وشك اليوم؟ تعي شوي هي قصة النظارة رح تجننا وصلنا تماما لقدام باب حزنة دقينا عليه الباب قام طلع ما في حدا جوا فرجعنا لا تقولها أبوك لهلأ ما عم يتذكر لا ما عم يتذكر يا ريت لو ما ضيع هداك الدفتر بس حظ شو ساوي دفتر شو مضيع أبو لك أبي في عنده دفتر بسجل عليه كل معلومات اختراعاته وصور للنظارة تبعه بس اختفى وما عم نقدر نوصل له صحة وعافية اختفى الدفتر رفيف إيكو إيه؟ أنا بدي أقول لك شغلة ضرورية خير شو صاير معي؟ مبارح المسا لقيت عنا دفتر بالصالون إيه؟ مكتوب عليه معادلات ورسمات وهيك ما بعرف هو بذاته من برا لأنه بني وفي بقلبه رسمات ومعلومات إيه صح وأنا كنت مفكرة هذا الدفتر لأخي من أيام الدراسة يا الله إيكو مو معقول تكون وصلت مع أمي لهون توصل بتوصل حياتي نحن بنعرفها لأمك ممكن تعمل أي شيء كلنا بنعرفها بتعملها يا الله طبعاً. آخ منك يا أمي معناها دفتر أبوك عنا طيب هذا خبر كتير حلو انت ليش زعلانه خلينا نركز على النتيجه الحلوه لقينا الدفتر مضبوط هلا بنرجع بنعوض خسارتنا امشي رح نجيب هلا مستحيل امي جوا بس نشوفها طلعت من البيت منجيب الدفتر تمام نطرنا كل الوقت نستنى كمان شوي شو يعني مزبوط. لك بدي لك شغله مهمه امي هالمره ما لازم تضرب الموضوع ما بدنا نجيب سيره لحدا ولا نحكي بالقصه لانه هالمره اكيد رح تصير حرب كبيره ونحن ما بدنا هالشي يصير ايه اي اكيد ايكو تمام. وانا هذا رايي وانا كمان احذري شو بتحبي اجيب لك ليموناده بارده طيب ايه ليش لا طيب يلا أمي أنا جيت لكني جنبك ليلي شو عمل؟ شو واقف عم تعمل برا عن شو عم تحكي؟ ولا شي مجرد أخد عطا شو؟ طيبة ما هي؟ إيكو تتذكر وقت قلت إن شاء الله ما نرجع نفوت بقصص بوليسية مرة تانية؟ شوف هلأ شو صار إيه هذا دليل إنه أنا زلمة دعائي مو مستجاب أمك شخصية إجرامية فهمناها ومو طالع بإيدنا شي بس لقينا الدفتر وهذا المهم هلأ صار الغنى قريب منا صحيح هي قصة الغنى ما حركت شي عندك أو لينت لك عقلك لحتى تغيري فكرك أو هيك شي؟ ولا شي طيب ماشي بصير خير إيكو أمي خبيني في كم محل بالشارع الفوقاني لسه ما دينت منهم خليني مر عليهم جيب كم غراض ليك راحت خلاص مشي الحال أعطيني زيك على مهلك صحة وهنا تعال بسرعة وين رايح؟ أنا هون بالحارة أمي هلأ بنرجع لشو عم بخطط هذا الولد؟ أبصر شو بده يعمل
لازم نستعجل إيكو، أمي ممكن تجي بأي لحظة. طبعا نستعجل، شو بدنا نعمل هون لكان؟ حنلاقي الدفتر ونطلع فورا. بس بدي أقول لك شغلة، نحن منضل عم نتفق مع بعض لحتى نحارب بنفس القضية، منتبه على هالشي ولا لا؟ منتبه إيكو منتبه، بس الدفتر مو هون. كيف مو هون؟ أنا شفته هون آخر مرة بس ما بعرف وين مخبيته. كيف يعني وين بدها تكون مخبيته؟ أبصر وين. شوفي مو هون. لا الله ما في شيء. بس نحن لازم نلاقي هذا الدفتر لأنه بكل دقيقة عم نضيعه وعم نصير أفقر من الأول. تمام رح دور هون وانت دور بالمطبخ. تمام طيب تمام. يا الله مين بيعرف خالد زمرد وممكن تكون خبته؟ أنا طفيت النار تحت الشاي. طفيتها طفيتها. لا والله ما طفيتها، قلت رح اخذ شنطايتي وبعدين رح طفي تحت الشاي. اخذت الشنطه تبعي وطفيت تحت الشاي. لا والله ما طفيت. طفيت تحته ولا ما طفيت؟ خلص رح روح شوف بعيوني. ما في شيء، ما عم لاقيه ولا بمحل. لك حتى بين العدس دورت ما في شيء بنوم. وانا دورت فوق ودورت بالحمام ودورت بالغرفه. يا الله وين بدها تكون خبته امي؟ بدي احكي لك، معقول تكون مخبيته تحت الكنبايه؟ شو بيعرفنا؟ اه طلعت مخبيته هون. والله هذا هو. انت ما دورت هون من الاول؟ بلا دورت، بس الظاهر ما طلعت منيح. انا رح اروح على المحل، بس رح اقول لك شغله. ليكي هي اخر مره رح تشوفيني فيها انا وفقير. رح يوقفوا البنات قدام محلنا بالطوابير وحياتك بتطير من بين ايديكي. ها فكري مره ثانيه. ما بدك؟ طيب مع هيك رجعي فكري. مين في هون؟ تخبى تخبى. مين في بالبيت؟ رفيف. أمي؟ رفيف؟ رفيف والله عبتيني بنتي، انتي ليش رجعتي؟ انا شنطايتي نسيت بطاقة الباص. انتي ليش رجعتي؟ لكن شغل بالي اذا مطفية تحت الشاي ولا مالي مطفية النار. مطفية مطفية، يلا خلينا نمشي. مين في؟ مين؟ مين في هني؟ شبكي أمي؟ هنيك في؟ ما في حدا. هنيك في شي بيشبه شكل الإنسان؟ لا الظاهر أكيد ضربة شمس. أمي ما في حدا هون. أمي أنت شو عم تعمل هون ولا مغتصب الأطفال؟ هلا بدي أفهم أنت شو عم تعمل جوات بيتي ولا حشرة؟ يا أسفي عليك وعلى كل شي عملته وعلى حليب العصفور اللي شربتك يا فو. وأنت ما توقعت منك شو صار لي؟ والله ما في بيناتنا علاقة وما عندي هيك أهداف وسخة ولا شي من هاد الحكي. أنا هدفي مختلف تماما. شو المختلف؟ شو السبب؟ أنا هدفي هاد. اعطيني على شو؟ لا اعطيني اعطيني هذا ابدا مستحيل. ما بعطيك اياه ابدا مستحيل. من اول سرقتي دفتر عمو يامن وبعدين بتحاولي تخفيه، شو هالحركه؟ نعم خلصنا يعني هالمسكينه كم مره بده يخيب امله فيكي خالتي. هلا انا كنت متوقع منك هيك شيء بس هي مو حلوه مني. نعم. صح اعطيني اياه. لا ما رح ترضين. اعطيني اياه انا رح اروح اشتري دفتر. اكرم انا كثير بحاجته لهالدفتر هاد، عندي احلام كبيره مبنيه عليه. بس بدي افهم انت ليش بدك. يلا بقى يا يلا خلصنا، هي صار لك ساعتين هون وهي شربت الشاي تبعك. يلا روح بقى. زيك حط هدول بالمجلة. حاضر يلا رح حطهم بالمجلة أمي. بعد لي غراضك شوي. أوف. لقيت الدفتر لقيت الدفتر لقيت الدفتر لقيت لقيته. شو لك أكرم وين لقيته؟ هون على الأرض أمي. بس أنا دورت كتير هون، دورت أكتر من مرة وما تركت أرني ما دورت فيها. أمي هذا الموضوع اللي بهمنا نحن، المهم لقينا الدفتر. ليكو لقينا أرني لقيته. برافو عليك، تعال هون تعال. قديش حلو يا سلام. شكله الخص رح يبص منا هلا. وأخيرا يا محسن صدفي قربت كتير يا جماعة. اطمني يا روحي، بقيان شوي صغيرة وبنصير أغنياء. يلا يا منعملها فورا. يلا فورا نبلش فيها. يلا يلا بابا يلا يلا شوي. المعادلة هون ناقصة. ما مشكلة يلا هلا تذكر. ما كنت متذكرة لهي. هلا تذكرها بابا. أنا رح أكمل النقص هلا وهيك بتكمل المعادلة. ما بيسمع صوت. طيب بص ولا صوت. بس لحظة، هي كانت هون وهي. شو صار؟ شو في هلا؟ هلا شو بدك تقرا الجريدة؟ طبيعي يمكن الفرحة مو سايقة. دقيقة دقيقة بس، أنا حاسس حالي بعرفهم لهدول الشابين. النظارة الذكية التي اخترعها الشابان العبقريان وجدا مشتريا مقابل مبلغ مليونين. وأنا كمان وأنا كمان حاسس حالي بعرفهم، بس ما عم بتذكر. أكرم حبيبي هدول الشابين مو بيشبهوا اللي إجوا لعنا مرة؟ لا ما بيشبهون أمي، هدول هنن.
هن النفس. ايه نعم هن. انا رح قوم جيب مي للكل، شو رايكم؟ ايه نشرب ابني نشرب. تكرم عيوني. ايه يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.